لقصص القرآن ترياقها الشافي تدعو بني الإنسان للمسلك الصافي لقصص القرآن ترياقها الشافي تدعو بني الإنسان للمسلك الصافي قد قصها الرحمن في محكم التبيان ليثبت الإيمان وننهج الإحسان فصغوا لها دمعان يا أيها الثقلان يا أيها الثقلان. الحمد لله الهادي الحق، وصلى الله وسلم على عبده الصادق المصدق وعلى آله وصحبه ومن مشى على منهجهم الأقوم الأصدق وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وأصحابهم إلى يوم الوقوف بين يدي مولانا العلي العظيم جل جلاله. أما بعد، فإننا في تأمل قصص الحق من الله تبارك وتعالى قد أسلفنا ذكرى ما قال ملأ من بني إسرائيل، وذلك أنه لما حصل الخلل واستطال عليهم الظلم، وما حصل تسليط الظالمين عليهم إلا بعد أن ظلموا أنفسهم بمخالفة أوامر الله وارتكاب نواهيه جل جلاله، وهي سنة في هذا الوجود من قبل الموجد جل جلاله وتعالى في علاه، تنطبق على الفرد على الأسرة على القراء والمدن على الدول والشعوب والجماعات. كلما تمادوا في إصرار على مخالفة أمر الله يسلط عليهم أنواع من الأذايا حتى يعودوا، وكلما صدقوا مع الله وقاموا بالأمر كما قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وكان يقول بعض الصالحين إني لا أعصي الله تعالى فأعرف ذلك حتى في خلق دابتي تنكر عليه حتى الدابة. فمن سنته تعالى أنه عندما يترك الدين ويتساهل بأمره سبحانه وتعالى يسلط أنواعا من الشدائد، وقد يسلط ظالمين على من ظلم نفسه حتى يرجع وحتى يتذكر. فلما كان الوبع في حالة ظلم وتعب يخرجون من ديارهم وأبنائهم وتنتهك حرماتهم ودماؤهم وأموالهم، كان ذلك فالعقل منهم والأعيان والكبراء لاذوا إلى نبي عندهم يطلبون ترتيبا لحل هذه المعضلة والمشكلة. وفيه بيان أن مهمة العقلاء أن يتنبهوا للواقع وللوضع وأن يعدوا العدة ليخرج الناس من السوء ومن الشدة، فهذه من مهماتهم. وقد أحسنوا أنهم عادوا في ذلك إلى باب من أبواب الله، عادوا إلى نبي من أنبياء الله تعالى، واختاروا أن يبعث لهم الملك ليقاتلوا في سبيل الله. فهم في هذه الحالة كان كبارهم وصغارهم ينطقون بأنهم على استعداد أن لا يتخلفوا أن يقاتلوا. ولما عرضوا الأمر على النبي الذي كان في وقتهم وزمنهم وهو من بعد سيدنا موسى بمدة، لما كان عرضوا عليه الأمر قال هل عسيتم وكتب عليكم قتلوا ألا تقاتلوا؟ قال وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله. وهكذا كثيرا ما يحصل من الإنسان أنه عند الحاجة يقول أنا مستعد وعندي وعندي وعندي، فإذا جاء وقت التنفيذ والتطبيق قال
قالوا وما لنا إلا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم وذكر الكلام كله فين راح، وذكر مظهر الاستعداد وقطع العهد بالقيام بالأمر أين ذهب؟ الله يقص علينا ذا القصص لنتهذب وعلى نقع في أن نحدث الوعود والعهود ثم ننقض، لنأخذ أنفسنا ما أخذ جد وصدق، ولا نعد ولا نعاهد إلا على ما نفي به. يقول سبحانه وتعالى فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. ثم إنه سبحانه وتعالى بيّن لنا أنه عين لهم ملكا على لسان هذا النبي، فلما عينوا لهم جاءت الاعتراضات، وأنتم من أول تطلبون ابعث لنا ملك نقاتل في سبيل الله مستعدين، ولما عين لهم قالوا هذا فيه، هذا فعله، هذا عنده، هذا يصلح، هذا لا يصلح. وكان مقتضى أنهم طلبوا الأمر من نبي فبمجرد التعيين ينتهي الأمر. وهكذا نجد الناس، نجدهم يقولون لو جاء أمر، لو قال كذا، لو قام فينا، لو وجدنا قائدا، لو وجدنا معلما، لو وجدنا مرشدا، لو تسنى لنا حال كذا لفعلنا ولا فعلنا ولا كنا. فإذا تم ما يحصل شيء مما كانوا وعدوا به. ها، وكم إنسان يقول لو وجدت عالم أنا أكون، وجد العالم ولا يستمع ولا أنت ودي كذا كذا اعتراض وكذا كذا اعتذار يتأخر. ها، وهذا يقول لو كان وجدت من المال كذا فأعمل وأعمل، وإذا وجد ولا دين ولا نص الذي قال يعمل. ها، ولا نصف. وهكذا طبيعة البشر إلا من هذب، من هذب. الله يقص عن قصص لنتهذب لنتأدب لنقيم الأمر على بصيرة. إن الله قد بعث لكم طالوت أمريكا، قالوا أنا يكون لهم القرين عجيبا. بل تجد ناس حتى يقولوا نحن إلى لابد نجعل اسمها انتخابات في الأمر الفلاني في الأمر الفلاني، والذي يطلع خلاص. فإذا طلع فعل ترك طلع، ما في وفاء بالعهود ولا استسلام للأمر. يقولوا إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أنا يكون لهم الملك علينا، هذا تعيين على يد نبي عين الله لكم ملك. جاءوا الآن بعقلياتهم وطريقة تفكيرهم نحن أحق بالملك منه، ولم يؤت ساعة من المال. وهذه محركات لكثير من العقليات والأثر، إذا مشي ساعة من المال ما يصلح للاتباع. قال إن الله اصطفاه عليكم، الله خصه بخصائص ليست فيكم، وهو صالح لقيادتكم القيادة الحكيمة الموفقة لأن تقوموا بأمر الله وتجاهدوا في سبيل الله فيخذل الله عدوكم. إن الله قد اصطفاه عليكم. وزاده هناك جوانب وحيثيات تغمضون عنها واقع فيه وتقومون تبعثون حيثيات ملائمة لأهوائكم فيه. وقال إن الله اصطفاه وزاده بسطة في العلم والجسم، عنده قوة جسمية وعنده قوة علمية، فهو مؤهل للقيادة بذلك وللقيام بالجهاد وليكون ملكا لكم. إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء. والله يؤتي ملكه من شاء، أي لا تفتحوا أبواب الاعتراض فإنها من الأمراض، وإنها تتفجر فيها الأهوى والأغراض حتى تصابوا بالتعب
وتصاب بالنصب؟ قال إن الله اصطفاه عليكم. وزاد والله يؤتي ملكه من يشاء فلا تظنوا أن أحدا يمكن أن يملك أي شيء من دون مشيئة الله الحق سبحانه وتعالى. فإن ملك أحدا مالا أو ملك أحدا حكما أو ملك أحدا ملكا من ملك الدنيا فهو بأمره جل جلاله. فدعوا الاعتراضات وقوموا بالأمر من حيث شرع الحق لكم، نصح تقدرون عليه، تبصرة تقدرون عليها، طاعة في ما يوافق شريعة الله، وعدم طاعة في معصية الله تبارك وتعالى. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق جل جلاله وتعالى في علاه. والله يؤتي ملكه من يشاء كما قال في الآية الأخرى، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أما تصور الإنسان أنه هو سيؤتي الملك وسينزع الملك، فهذه التي إذا صدق وهمه فيها وقع في أنواع المحاذير والمخاطر، ولن يستطيع أن يغير شيئا في ملك الله وملكوته إلا ما قدره الحق سبحانه وتعالى ودبر. فوصوله إلى شيء بوهم وبظلم يضره، بل مطلق الإمارة نهى صاحب الرسالة عن أن تكون طلبا، وقال من طلبها وكل إليها، أي تخلت عنه عناية الله ورعاية الله فلا يرعى ولا يعين ولا يدعو والعياذ بالله، فهو لابد أن يخسر، لابد أن يفشل ما دام وكل إليها وتخلت عنه يد عناية الله، لابد أن يفشل، لابد ضرورة ضرورة يخسر، ضرورة يفشل إذا تخلت عنه العناية. وفي هذا المعنى يقول صلى الله عليه وسلم إذا إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها ستكون ندامة يوم القيامة. ويقول وإن طلبت لها أعنت عليها، وإن طلبت لها أعنت عليها، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله يؤتي ملكه من يشاء، والله واسع عليم جل جلاله وتعالى في علاه، وهو أعلم بخلقه وصفات خلقه ومصالح خلقه جل جلاله، وكيف يبتلي خلقه وكيف يسلط ذا على ذا وكيف يسخر ذا لذا. والله واسع عليم لا يعجزه شيء، ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. فهكذا يبين لنا الحق سبحانه وتعالى واجبا من الواجبات ومهمة من المهمات في نظرنا إلى الأمور بذلك الاعتدال، تسليم لما قضى وقدر مع ضوابط البذل والعطاء والتسببات بضوابط العبودية والاستسلام وأداء الأمر بالوجه الذي شرع جل جلاله وتعالى في علاه، فيتزن الأمر للقائم بذلك على وجه واضح، فيكون غير مغالب لأقضية الحق وأقداره، وغير مقصر في أداء ما أحب منه وما شرع له وما طلب منه جل جلاله وتعالى في علاه. الملام من بني إسرائيل قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، وأخذ عليهم التأكيدات، وهو أمر مطلوب، ولكن حتى مع أخذ التأكيدات جاء بعد ذلك فلما كتب عليهم قتال تولوا إلا قليل منهم. والله عليم بالظالمين جل جلاله وتعالى في علاه، كما حدث رسوله صلى الله عليه وسلم عن الذين يستاذنون في الذهاب وأن لا يقاتلوا ويتعذرون له بأعذار، فيحملون رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أوتي من رأفة ورحمة أن يعذرهم وأن يأذن لهم. يقول الله عفى الله عنك لما أذنت لهم،
حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر ويجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم يقول سبحانه وتعالى لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله ويجاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك هم الصادقون. ماذا يقول سبحانه وتعالى؟ يقول جل جلاله وتعالى في علاه في سورة التوبة، يقول سبحانه لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. انظر قوله والله عليم بالمتقين. ذكر الذين يحبون التخلص من القيام بالجهاد والبذل، قال إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لا أعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم. ثم قال والله عليم بالظالمين، هنا قال والله عليم بالمتقين، هنا قال والله عليم بالظالمين. فتقاعس الإنسان عن شيء يقدر عليه ويقوى عليه إثارا للكسل، إثارا للراحة، هربا من المشقة، ظلم. والله عليم بالظالمين كما يقول في هذه الآية جل جلاله تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال على أولئك الذين يستأذنون النبي يخرجوا يفروا من القيام معه في الجهاد والله عليم بالظالمين جل جلاله وتعالى في علاه. فتخلي الإنسان عن واجب يقدر ويقوى عليه ظلم منه لنفسه، فكل ما قدر على بذله وعطائه ثم تأخر وتراخى فهو قد ظلم. والله عليم بالظالمين جل جلاله وتعالى في علاه. ثم أن نبيهم عين لهم الملك الذي اختاره الله سبحانه وتعالى، فجاءت الاعتراضات أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، أن يكون له، استبعدوا ذلك. وبعد التعيين كان ينبغي أن لا يكون مثل ذلك، إنما قص الله علينا هذا لنتفقد شؤوننا وأنفسنا ولئلا نتباطأ عن التسليم لأمر أراده ودبره وقضاه واختاره جل جلاله. قال وذكروا حيثيات نحن أحق بالملك منه دعوة ولم يؤت سعة من المال، وما أقام الله تعالى شان النصرة للحق على الأموال فهي سبب من الأسباب، وعامة الذين بعثوا من الأنبياء صلوات الله عليهم وقاوموا الظلم والطغيان على الأرض كان الفقر يغلب عليهم ولا يظهر في حياتهم كثرة المال. قال إن الله اصطفاه عليكم، فهذه الحيثية التي لا ترد، وزاده بسطة سعة في العلم والجسم. والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم، فنسأل الواسع العليم أن يثبتنا على الصراط المستقيم وأن يرزقنا المتابعة للنبي الكريم وأن يجعل هوانا تبعا لما جاء به، عليه أفضل الصلاة والتسليم والحمد لله رب العالمين. لقصص القرآن ترياقها الشافي تدعو بني الإنسان للمسلك الصافي، لقصص القرآن ترياقها الشافي تدعو بني الإنسان للمسلك الصافي، قد قصها الرحمن في محكم التبيان ليثبت الإيمان وننهج الإحسان، فصغوا لها بمعان يا أيها الثقلان، يا أيها الثقلان.